أوضح السيد مصطفى الخلفي في ندوة احتضنها رواق الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تحت عنوان المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد في إطار فقرات المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب، أن النموذج التنموي الحالي لم يعد قادرا على حل مشاكل البطالة والصحة والتعليم والسكن، مما يستدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي الذي تعتمده المملكة بشكل يعزز من مساهمة المجتمع المدني في هذه المقاربة. هو الهدف استكشاف الآليات التي يمكن للمجتمع المدني أن يساهم عبرها في تجديد النموذج التنموي لبلادنا. جلالة الملك دعا إلى ضرورة تطوير النموذج التنموي حتى يستجيب للحاجيات الجديدة للمواطنين، حتى نتمكن من مواجهة الفوارق الاجتماعية. نحن مقتنعون بأن المجتمع المدني اليوم مؤهل للاضطلاع بدور أساسي في هذا المجال، وذلك عبر المساهمة في بلورة السياسات العمومية، عبر المساهمة في طرح أفكار في هذا المجال. السؤال المطروح واش نموذج تنمية ولا مشروع مجتمعي؟ الموضوع أساسا حول دور المجتمع المدني، موقعه، مكانته، القدرة ديالو على المساهمة في بلورة السياسات العمومية، تتبعها، تقييمها كما نص على ذلك الدستور. وأضاف السيد سعف إنه من الصعب التقدم والنجاح في بلورة سياسات عمومية ناجحة بدون دور منظم ومؤطر للمجتمع المدني.